بداية تحية لكل من عم بشوف هذا الفيديو مشتركين بالقناة وغير مشتركين بالقناة، إن شاء الله يا رب جميعا تكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة. اليوم رايحين على حارة حراك على حي الأبيض، في شاب اسمه أحمد عنده محل اسمه تشوكو تشيك، إن شاء الله يكون قلته مظبوط للإسم. بيعمل كوكتيل وعصير وبيعمل الكريب وبيعمل هيك إشياء حلو يعني، بس شاب كتير هيك حبوب ومميز والبضاعة اللي عنده فريش وغير شكل يعني، وهو مرتب له تقريبا شي سنة فاتح، بس كتير 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 لذيذ وطيب. في عنده هيك مثل انه شي ايتم هيك معين كتير مميز فيه، عم يعملوا عامل عليه عرض، رايحين احنا نفرج كيف بيعمل هالكباية الشهية والغير شكل، نعملها قدامكم وبس. خلونا نروح احنا وياكم على حارة حراك، بس قبل اللي ما اشترك بالقناة وحابب يشترك يشترك ويفعل زر الجرس ليوصلوا كل جديد، وما تنسونا من اللايك، ويلا احنا وياكم على حي الابيض لعند تشوكو تشيك. طيب هاي مثل ما قلنا هيك جينا على حي الابيض لعند تشوكو تشيك عند معلم احمد، بيعمل عصير غير شكل. هون المحل إذا نجي هيك هيك هيك، هيدا المفرق، هيدي هون محطة الكهرباء اللي بتظهرنا على الأوتوستراد، وهيدا هون المحل هيك، وهيك منرجع صوب حي الأبيض لجوه. وهي جينا عند المعلم أحمد حمادي ملك الفيتامين. أبو حماد كيفك؟ حبيبي تمام، شو أخبارك؟ الحمد لله. طمني عنك، كل شي رواء؟ احمد انا بدي اسالك شغله، كنت نسيت شو اسم المحل. شوكو شيك. شوكو شيك. ابو حميد انا شفتك على التيك توك عم تعمل كوكتيل رائع غير شكل، وخصوصا الافوكا، وهيدي شو اسمها كانت هي اللي نحن هلا البست سيلر عندنا، هي كبايه الاكسترا فودز اللي هي عباره عن كل شيء فواكه، وخاصه فواكه استوائيه بقلبها بالصيفيه يعني. صح مزبوط. اوكي، عملنا عليها عرض وعم نمشي منها، والحمد لله عم تعجب الجميع ومطلوب كثير عنها، وهلا بنجرب لك واحدة. اللي هي هاي؟ هيدي الاكسترا فروتس. الاكسترا فروتس، طيب اوكي، ما نعملها نحن وياك بطريقتك الخاصة وعلى ذوقك وغير شكل، مع هالجنينة الالوان الرائعة جدا بكل الفواكه الاستوائية. هيدا شو هيدا اللي اخذناه؟ هيدا اول شيء البرميل اللي بنعمل فيه الكباية. برميل. حتى نسميه التسمية الصحيحة. بلشنا بالموز. لوز هيدا أحمد؟ أيوة. هيدا عسل علامة. أحمد شو وضع القشطة عندك؟ هيدي القشطة الطازة يومية نحن بنعملها. وأكيد 100%. نرجع نبلش بالفراز. كوكتيل عصير. اوكي، نرجع نجي بالكيوي. هيدا عصير مانجا هلا فوق الكوكتيل. اوكي احمد، كله طبيعي 100%؟ كله 100% طبيعي معلم. هلا هون بلش الجد. اوكي، هيدا من فوق هتشوف شكل تاني. أنا ناطر الجد أساسا. أناناس. أناناس. هاي الأناناس من فوق. عطينا شقفة أناناس. شقفة مثل ما هي. مثل كأنه عملناها سطح. صح. هلا بنرجع بننزل بالكريم عليها. كمان كيوي. هذا
نرجع نجيب الفراز. اوكي. ستروبري. حطينا الاناناس، كريمة، فريز وكيوي. جاس. جاس. شمام. نالك بلش الجد، هلا فتنا بالدراجون فروت. دراجون فروت. اه هيدي بيضة من جوا، في منهم لونهم احمر بيجي. في عنا الاحمر وفي عنا الابيض. انا حدا قال لي انه الابيض اطيب من الاحمر. دوقني شاف بدي اشوف. يلا لاعطيك رايي مباشرة. وهي كمان الاحمر. وهي الاحمر، يعني حطينا دراجون فروت الابيض والاحمر. هاي المانجا الصغيرة بيبي مصرية هاي. ايوه. اوكي. هاي مانجا احمد صار صاروخ. هايدي هلا، هايدي بعد هلا في عندك بعد. هيدا التفاح. تفاح. وهيدا الصاروخ اللي عم نحضره نحن. ناقصه باشن فروت. اه الباشن اطيب شيء على فكره. وانتبه الباشن كثير مفيد. كثير. في بقلبه فيتامين سي فوق الطبيعه. ما بتكمل مع شو؟ هيدا شو هي النجمة؟ هاي ستار فروت. هلا النجمة بعد شوي على فكرة، على الساعة 4. هاي شو أحمد قلت لي؟ ستار فروت. ستار فروت. وحاطين ليتشي من فوق. وهي الكباية. هاي هيك صارت جاهزة 100%. طيب ابو حميد هلا عملنا هاي، نحن بدي ترجع تعد لي الاصناف اللي حطيناهم فيها وحده وحده. يلا اول شيء عندك موز. اوكي. مع لوز. لوز. قشطه. عسل. أه. بيرجع بتطلع بفريز على الدائر كله. نعم. بيرجع عندك خلطه الفواكه. خلطه الفواكه اللي هي عباره عن اناناس، مانجا، انجاز، تفاح، كل شيء يعني تقريبا بقلبها. اوكي. بيرجع عصير الكوكتيل. نعم. بنغطي عصير الكوكتيل بكيوي على الدائر كمان. وعملنا هيدا السطح، صبينا سطح من اناناس. ايوه. اوكي. بنرجع بنحط عصير مانجا. هيدا الاناناس كله على الدائر. وهلا بدك ترجع تعد كمان، عندك فريز كمان على الدائر، انجاص، شمام، تفاح، كيوي، مانجا، دراجون فروت نوعين مثل ما قلت لك. الاحمر والابيض. احمر وابيض. باشن فروت، ليتشي، والستار فروتس. والستار فروتس. تمام، يعني هيدا الفيتامين كله. هيدي اجمالا كل شيء. اوكي، ما حطينا فيها افوكا، ليه؟ الافوكا هلا حاليا عم نواجه مشكله بالافوكا كونه موسم خلص. مش موسمه. ايوه صح. ما بيعطي النكهه الاساسيه كنا ناخذها. فان شاء الله بس يرجع يبلش اللي بده فيها افوكا اكيد بنحط له، واكيد ما بيكون الا موسم. نحن بنشتغل دائما قدام الزبون يعني، ما الحمد لله يعني كل شيء واضح قدامه نعملها دغري. طيب سؤال صغير بس للمتابعين اللي عنا على اليوتيوب، هاي هاي كباية مثل هاي او برميل مثل هاي او هيدا الصاروخ شو تكلفته بالدولار وباللبناني؟ لك هلا انا اكثر الاوقات عم سعر لبناني. لك هو مبينه مكلفه لان الفواكه اللي عم تنحط فيها اجمالا بالسوق اللبناني غاليه. صح. اوكي، مثلا هيدي الكبايه. انا بدي اسالك سؤال لك. أوكي. انت اذا هيك كبايه بتنزل عندك قد ممكن تسعرها؟ لك لخبرك هلا بنت اذا بتروح بدك تاكل بوظه
بوزة. البوزة الأرجينال اللي فواكه يعني. عم يحسبوا البول يمكن تقريبا شي دولار أو هيك يعني، إذا ثلاث بولات مثلا راحت $3. هيدي عم نحكي نحنا ببوزة. فمثل هاي ما بعرف، بس أكيد سعرها يعني $10 تقريبا. هيدي يا معلم نحن عملك، أنا برجع بقول لك مسعر لبناني أغلب الأسعار اللي بعملها والعروضات لبناني. نعم. لأنه نحن بدنا نمشي مع اللي قادر يشتري، واللي مش قادر يشتري يجي لعنا، يعني الطبقة كلها تجي لعنا 100%. هيدي أنا عاملة عليها عرض. وأي حدا بيجي وبيقول لي شفت الكباية أكيد بمشي له العرض. هيدي الكباية كلها الكبيرة 600,000. 600,000 بس، يعني تقريبا $6 ونكزة تقريبا. أو تمام. لا سعرها كثير 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 جيد. أنا عم قارنة، عم أقول لك عم قارنة بالبوزة الطبيعية. أه. فرائعة جدا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي أبو حمد. هون محلك غير شكل. أوه أحمد هيدا صاروخ صاروخ. أنا صراحة بدي بلش بهاي، لأن هاي مغرية جدا، واليوم في ماتش للنجمة كمان. بالتوفيق.